سين، ما قولكم فيما نسب إليكم من موقعة أنسة بغرضة؟ ما حصلش يا فندم. ليك طلبة تانية يا أستاذ؟ الحاضر مع المتهمين. التمس إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه النيابة العامة تأسيسا على تلفيق الاتهام وكيديته وعدم وجود دليل قوي بالأوراق يؤكد حدوث الواقعة. حاجة تانية يا أستاذ؟ يا فندم الموضوع عبارة عن ابتزاز. دي بنت بتشتغل في الحمامات، مين هيبص لها؟ يا أستاذ ضياء إحنا في نيابة، ابقى ترافع في المحكمة. اكتب يا ابني. قررنا نحن وكيل النائب العام بحبس كل من حماد أحمد حماد، زين ضياء شاهين، علي إمام زكي، طارق هشام المنزلاوي 4 أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى لهم التجديد في الميعاد. ماتيل ده بقت بتكلمك انت؟ طبعا. انت الايه بالنسبه لها؟ انا اسف يا استاذ والله، يعني معلش ان انا حكيت لها، بس يعني ما كده او كده كده هتعرف. الو، عملتوا ايه؟ الحمد لله، وكيل النيابه امر بحبس العيال. وامنيه يا ولا معاكو؟ مبروك. مبروك يا امنيه. الله يبارك فيكي. شفتي بقى، احنا ظلمنا استاذ كمال. ظلمناه ازاي يعني؟ ده راجل حشري وبايخ، رمي نفسه علينا زي القضا المستعجل. طب عارفه والله العظيم لولاكي انتي انا كنت بهدلته في الصحافه. والله العظيم يا فريده انتي ظلمه، في ناس كويسه في الدنيا. انا عارفه ان في ناس كويسه في الدنيا، بس الاكيد ان هو مش واحد منهم. طمنيني عليك يا أمنية، أنت عاملة إيه؟ الحمد لله. بصي أنا مش هطول عليكي، أنا بس كنت عايزة أقولك إني كنت في النيابة النهاردة، وكيل النيابة جاب العيال وحبسهم. حبسهم بس؟ ده المفروض يديهم إعدام. طب وحبسهم كام سنة بقى؟ لا لا، وكيل النيابة بيحقق معاهم، بس القاضي هو اللي إن شاء الله يحكم عليهم. يا رب يا رب يا رب يحكم عليهم بالإعدام كمان. طيب بقولك ايه، انا هقفل معاكي دلوقتي وارجع اكلمك تاني. امنيه خدي بالك من نفسك يا حبيبتي، ماشي؟ سلام سلام سلام. الو، اهلا يا امنيه، مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ست ماتيلدا، وحشتيني. وانتي كمان. اكيد في حاجه ممكن تتعمل يا ست اللو، مش معقول ابني يبات في الحجز 4 أيام. للأسف يا سيادة المستشار مفيش حاجة تتعمل، ابن حضرتك في حياس النيابة وأنا ما أقدرش أتدخل في حاجة زي دي. لو كان بريء فعلا فأكيد هيطلع، يبقى مفيش داعي للقلق. قعدت تقول لنا عايز أروح أسوان، عندي فاشن شو وعندي زفت، أدينا كلنا مقضيين الشوف الحجز، انبسطت؟ كله بيفكر في نفسه وبس، ولا كأني ليكم صاحب مات بسببكم. بسببنا؟ ازاي يعني؟ يا عم انت هتلبسنا جناية، هو في حد جه جنبه؟ فككوا منه يا جدعان، ده شكله عيل مهيس.
وانتوا مش واخدين بالكم ان احنا غلطانين بجد؟ ها؟ محدش فيكم واخد باله ان البت اللي قدمت البلاغ فينا دي معاها حق؟ حماد انت عايز تنام؟ يا حبيبي انت كويس يا حماد ولا ابتديت تخرف ولا ايه حكايتك؟ هبوس ايديك يا حماد ما تضيعناش يا عم، انت في ايه؟ بص يا حماد يا اخويا، انا عارف ان موت كريم مأثر فيك، بس دي حاجه قضاء وقدر، يعني حاجه ملناش يدي فيها. وانت يعني تشك ان حد فينا يتمنى الموت لكريم؟ قاعد يا نجم، هو احنا نستهبل؟ ها؟ واللي حصل مع البت ده ايه؟ قضاء وقدر برضه؟ لا يا عم مش قضاء وقدر، احنا زودناها مع البت شويتين، إيه؟ بس هي برضه حماد ما كانتش مظبوطه من الاول، ما تقول له حاجه يا عم زوز. سيبك منه. ولو نفترض يا حماد ان كلامك ده صح، ايه الحل دلوقتي؟ نتحبس كلنا ويضيع مستقبلنا كده انت تنبسط ولا ايه؟ وبعدين انت مش فالق دماغنا من الصبح بالفاشن شو بتاعك ده؟ هتيجي تفوق علينا دلوقتي؟ بص يا حماد، احنا خلاص بطلنا وعقلنا وهنتوب كمان، بس نطلع من اللي احنا فيه ده على خير، وانا هحلف لك على اللي انت عايزه، قران انجيل اللي احنا هنهدي اللعب. انا اوعدك يا صاحبي، اوعدك. مالكش حجه بقى؟ ما احنا مش هنقلبها سهرايه. الحلوه ام توكا هتسكت ولا نطلعوها النخله؟ طلعوها النخله. اهدى يا منزل، اهدى، سيبك منه. ناقصين انت كمان.